على بعد 500 متر فقط عن مطار مدينة طرابزون، وأيضا على بعد 200 متر فقط عن بوابة الرئيسية لجامعة البحر الأسود. أحدثكم اليوم من أمام فندق سويت هوم، طبعا الواقعة في منطقة كوناكلار على شارع العرب مثل ما يسموها أغلب السياح الخليجيين. طبعا المنطقة غنية عن التعريف، منطقة كوناكلار لأنها منطقة مركزية قريبة من المطار، من الجامعة، قريبة من مول الفورم، وأيضا على بعد فقط 50 متر عن الشارع الرئيسي الجديد اللي راح تخدم المدينة بالكامل وتكون موازية لخط الساحل اللي موجودة في مدينة طرابزون. طبعا راح أتكلم عن الشارع، شارع العرب على تسمية أغلب السياح الخليجيين للشارع، لأنه فيها خدمات ممتازة جدا، من ضمنها الكافيهات، المطاعم، الأوتيلات، بالإضافة إلى كافي مميز جدا اللي هي مانكهوس الغنية عن التعريف. طبعا راح أتكلم عن فندق سويت هوم المعروضة حاليا. يتكون الفندق من 6 طوابق، طبعا فيها الغرف مختلفة عن بعض. عدد الغرف اللي متوفرة في الفندق عبارة عن 43 غرفة، طبعا كلها مختلفة عن بعض. عندنا منها 2 اللي هي الكينج روم. الكينج روم مساحتها 40 متر مربع، بالإضافة أنه نظام السرير فيها نظام اللي فيها المساج، بالإضافة أنه عندنا جاكوزي وساونا موجودة داخل الغرفة. وأيضا عندنا 16 غرفة عبارة عن 20 متر مربع، وهي الغرف العادية اللي تكفي الشخصين، في منها اللي السرير فيها مزدوج، وفي منها عدد معين اللي فيها الأسرة منفردة، بالإضافة إلى 25 غرفة عبارة عن غرفتين وصالة، بالإضافة إلى مطبخ ودورة مياه، مساحتها 60 متر مربع. حاليا راح نتكلم معاكم عن الساحة الخارجية اللي موجودة أمام الفندق، وبعدها بإذن الله تعالى راح نشوف البوفيه والريسبشن اللي موجود داخل الفندق. بالبداية نبدأ من عندنا هنا على يساري مباشرة اللي هي ألعاب الأطفال اللي موجودة في الساحة الخارجية للفندق. مثل ما انتم شايفين هذه الألعاب اللي متوفرة. أيضا القسم الخلفي للفندق عندنا الجنريتر، لا قدر الله في حال انقطاع الكهرباء يتم تشغيلها فورا، بالإضافة إلى الغرفة التقنية. طبعا المنطقة هذه المساحة الخارجية اللي انتم شايفينها عبارة عن مواقف، طبعا مساحة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، بالإضافة أنه عندنا مساحة خلفية خلف الفندق أيضا نقدر نستخدمها كمواقف سيارات. عندنا المنطقة اللي على يسارنا فيها مسجد، بالإضافة إلى مواضي، هذه أيضا من النقاط المهمة اللي موجودة في الفندق. راح نتكلم معكم الآن عن المدخل. طبعا مدخل الفندق فيها بوابة إلكترونية، وأيضا الكافيه المميز اللي موجودة في الواجهة الأمامية، بحيث تكون لها إطلالة جميلة جدا على المدينة وعلى البحر. أيضا مساحة كبيرة زي ما انتم شايفين، فيها جلسات جميلة مرتبة، يعني هذه فترات الصيف يحطوا فيها مظلات، فبالتالي تكون جلسة رايقة وجميلة جدا وإطلالتها كاملة. طبعا الآن بإذن الله تعالى راح يكون معنا الأخ عبد القيوم، بإذن الله راح يشرح لنا الريسبشن، وأيضا يشرح لنا البوفيه اللي متوفر في الدور الأرضي للفندق. الله يعطيك العافية أخوي أبو حاتم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر عن الاستقبال والمرافق اللي موجودة بالداخل، تفضلوا معنا. زي ما انتم شايفين مدخل الأوتيل من هنا، المنطقة اللي أنا فيها منطقة نقدر نقول اللوبي. استقبال الأوتيل في هذه الجهة مقابلنا، على طول مقابل المدخل يسارا هنا لو نلاحظ في هنا طقم كنب برضو. منطقة اللوبي منطقة واسعة وجميلة ومرتبة، عندنا شاشة برضو عشان نقعد في الانتظار أو إلى آخره. يسارا هنا عندنا دورات المياه، دورتين مياه، دورة مياه للرجال ودورة مياه للنساء. وفي هنا عندنا غرفة خاصة بتغيير البياضات للغرف. المصعد اللي طلعنا للأدوار اللي فوق بهذه الجهة زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف مطعم الفندق. زي ما انتم شايفين المطبخ في هذه الجهة، مطبخ تحضير الوجبات والأكل في هذا المكان. البوفيه المفتوح زي ما انتم شايفين مرتب ومنظم، دواليبها والقدور، بالإضافة إلى المشاريب الساخنة والمشاريب الباردة. الطقم، السفرة موجودة عندنا، كذا طقم موجود زي ما انتم شايفين. عندنا جزء في هذا الجهة وعندنا الجزء الآخر في هذا المكان. لو تلاحظوا أطقم مناسبة ومرتبة بألوان زاهية وبراقة، مساحة واسعة يسع لأكبر عدد ممكن من الزوار. كذا أعطيناكم تفاصيل كاملة عن الدور الأرضي، إيش اللي موجود فيه، استقبال اللي هو الريسبشن والمطعم ودورات المياه بالإضافة إلى اللوبي. تعالوا نديكم تفاصيل أكثر مع الأستاذ محمد، تفاصيل الغرف. بالنسبة لتوزيع الغرف على حسب الأدوار، عندنا الطابق السادس عبارة عن 8 غرف، 2 منها اللي هي الكينج روم و6 منها اللي هي السنجل روم. بالإضافة إنه الطابق الخامس إلى الطابق الثاني جميعها غرفتين وصالة، نظام الشقق اللي متوفرة فيها غرفتين وصالة، كل دور فيها 6 شقق. أما بالنسبة للطابق الأول عندنا اللي هو نظامها في 11 شقة، 10 منها الاستديو وواحدة منها نظام غرفتين وصالة. خلوكم معنا نشوفها بالتفصيل. اتفضلوا معنا نشوف تفاصيل بعض الغرف ونماذجها. هنا عندنا المصعد، مساحة كبيرة ما شاء الله، اتفضلوا معنا نشوفها. وصلنا الآن للطابق السادس، طبعا راح نشوف معاكم نموذج للغرفة اللي هي كينج روم، اتفضلوا معنا. طبعا تناسق الألوان جميلة جدا في الممرات، الفرشات اللي في الأرضية أيضا ألوانها مميزة. هنا عندنا طبعا كينج روم مثل ما ذكرناكم، عندنا نموذجين، هذا النموذج الأول لها مثل ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، المساحة فيها 40 متر مربع، عبارة عن غرفة واحدة. عندنا هنا السرير، فيها نظام الاستيريو اللي فيها السماعات وأيضا فيها نظام المساج، هذه مميزة جدا جدا جدا. بالإضافة أنه عندنا التلفزيون هنا وباقي الرفوف. طبعا عندنا دورة مياه أيضا متكاملة خاصة بالغرفة مثل ما انتم شايفينها ما شاء الله تبارك الله، مساحة جيدة. وأيضا بالإضافة إلى دولاب مميز فيها إضاءة داخلية. طبعا واجهة أمامية جميلة جدا، إطلالة كاملة على البحر. وشوفوا الشيء المميز اللي موجود هنا، طبعا عندنا نظام الساونا مميز جدا صراحة. والفندق صراحة يعني من الداخل نظيف جدا جدا. وعندنا هنا نظام الجاكوزي أيضا ما شاء الله تبارك الله، ماخذة مساحة جيدة وفيها إطلالة أمامية على البحر ونظام فخم، تناسق الألوان فيها جميل جدا جدا ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا نموذج لغرفة كينج روم. راح نطلع الآن نشوف معاكم عدة نماذج للغرف اللي هي الصغيرة، الغرف العادية، تفضلوا معنا. هنا عندنا الغرفة هذه مساحتها متواضعة، الإضاءات فيها جميلة جدا لأنه تأخذ ضوء من السقف، مساحة يعني متواضعة تقريبا، فيها دولاب مخزن وأيضا فيها دورة مياه متكاملة. أيضا جميع الغرف فيها نظام اللي هي الثلاجات، هذه أيضا متوفرة، يعني تناسق الألوان فيها جميل جدا، مستخدمين البوية اللي يسموها لون السحاب، مساحة جيدة. نشوف النموذج الثاني، فيها نظام التكييف أيضا ما ننسى. هذا النموذج الثاني طبعا مساحتها أتوقع أنها أكبر من النموذج الأول اللي شفناه. أول ما ندخل على يسارنا عندنا دورة مياه متكاملة أيضا، وعندنا هنا التلفزيون، بالإضافة الدولاب اللي متوفر في المنطقة هذه تقدروا تشوفوها معايا. وأيضا هنا عندنا أيضا الفتحة اللي في السقف تعطي إضاءة جيدة للغرفة، وعندنا التكييف مركزي اللي هي في الدور الأخير، النظام فيها سبلت، لكن باقي الغرف في الأدوار التحتية جميعها نظام مركزي. طبعا هذه الغرفة رقم 3 أيضا مختلفة عن الأخرى، هنا عندنا الدولاب تقدروا تشوفوها بشكل كامل، وهنا عندنا دورة المياه، دورات المياه أيضا مستخدمين فيها اللون الأبيض صراحة معطية شراحة. وهذه بقية الغرفة اللي مساحتها تقريبا 20 متر. هنا عندنا نظام السرير طبعا المزدوج، بالاضافه انه عندنا هنا اطلاله جانبيه على البحر في الغرفه هذه. خلوكم الان مع الاخ عبد القيوم، راح يشرح لكم نماذج اللي هي غرفتين وصاله، بالاضافه الى الطابق الاول اللي فيها نماذج استديو. وصلنا الدور الثالث، في كل دور موجود 6 شقق، غرفتين وصاله، مساحتها 60 متر مربع. الدور الثاني نفس الشيء، والثالث والرابع والخامس. نعطيكم نموذجين لشقتين، شقة أمامية وشقة خلفية. الشقة هذه الأمامية طلالتها على البحر. أول ما ندخل الشقة، مدخل الشقة من هنا يسارنا على طول عندنا دولاب، دولاب المطبخ راكب وجاهز وممتاز، ألوانها براقة حلوة، وموجود الأجهزة الكهربائية وتوصيل الغاز موصل وجاهز، مكان الثلاجة والأجهزة الكهربائية. عندنا طقم كنب هنا، قطعة كنبة، وعندنا أيضا عندنا ماصة صغيرة مع 3 كراسي، وعندنا تلفزيون. يعني الصالة مفتوحة على المطبخ، مساحة 60 متر مربع مناسبة كغرفتين وصالة، إطلالتها على البحر مباشرة. نطلع من المطبخ، قصدي من الصالة، نتوجه إلى الغرفة الأولى. الغرفة هذه نقدر نقول إنها غرفة الماستر، موجود فيه سرير مزدوج، وموجود فيه أيضا تلفزيون، وعندنا هنا يسارنا دولاب الملابس. بجوار مدخل الشقة عندنا دورة المياه الرئيسية تبع الشقة، هذا المروش، وعندنا الكلوزيت والمغسلة خلف الباب. بجوار غرفة النوم الرئيسية الماستر عندنا الغرفة الثانية، موجود فيه عدد 2 من السراير الفردية والدولاب، يعني يعتبر ككومودينة ودولاب. تصميم رائع جدا، مستغلين المساحات بالديكور. وإطلالتها عندنا إطلالة جانبية على البحر وإطلالة الطبيعة، وأيضا موجود تلفزيون في هذه الغرفة. نطلع مع بعض نشوف البلكونة التابعة لهذه الغرفة. بلكونة ممتازة حلوة، مساحتها 1 متر في 3 أمتار، إطلالتها الرائعة على البحر، وعندنا إطلالة طبيعة. نكمل مع بعض. أعطيتكم فكرة على الشقة النموذجية الأمامية، نشوف الشقة النموذجية الخلفية. تفضلوا معنا نشوف الشقة الخلفية. مدخل الشقة من هنا. الشقة هذه تعتبر عكس الشقة الأمامية، يعني تقريبا عكس بعض. زي ما انتم شايفين مطبخ والأجهزة راكبة وجاهزة، عندنا طقم الكنب، وعندنا تلفزيون، وأيضا اللي هو طقم السفرة، ماصة مع الكراسي. بجوارها عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية اللي هو غرفة الماستر، ألوان متناسقة وحلوة، مرتبين مكان للكومودينات، ودولاب الملابس، شيء رائع. وما ننسى أيضا أنه موجود أيضا في هذه الغرفة تلفزيون. بجوارها عندنا الغرفة الثانية، زي ما قلت لكم الغرفة هذه موجود فيها سريرين فردية، وعندنا دولاب، وعندنا تحت الكومودينة، تعتبر ككومودينة ودولاب في نفس الوقت، وموجود تلفزيون أيضا، وبلكونة صغيرة إطلالتها أيضا إطلالة جانبية على البحر، وإطلالة الشارع، وإطلالة الطبيعة. كذا أعطيناكم نبذة عن شقتين نموذجية في الدور الثالث، بالفعل نفسها موجودة في الدور الثاني والثالث والرابع والخامس، غرفتين وصالة مساحة 60 متر مربع. تعالوا مع بعض نشوف نموذج في الدور الأول غرفة وصالة، تفضلوا معنا. وصلنا الدور الأول، في الدور هذا موجود 10 شقق استديوهات، وعندنا شقة غرفتين وصالة تكملة للأدوار اللي فوق. نصور مع بعض نموذجين للغرف الاستديو، تعالوا مع بعض نشوفها. مساحة الاستديو 20 متر مربع زي ما انتم شايفين. هذا الاستديو تعتبر غرفة، غرفة بحمامها يعني استديو. عندنا مراية وتلفزيون، وعندنا طاولة اللي هو يسمى بار، ميني بار، ثلاجة صغيرة، والدولاب، سرير مزدوج مع كوموديناتها، يعني شيء جميل. ديكوراتها رائعة وألوانها مميزة. دورة المياه تبعها هذه هي، مروش وكلوزت بالإضافة إلى المغسلة. مساحة دورة المياه واسعة. هذا النموذج الأول، نشوف مع بعض النموذج الآخر. عندنا توزيع الغرف في الممرة زي ما انتم شايفين. أغلبية الغرف مسكونة على أساس فيه عملاء. هذه الغرفة الثانية. الغرفة الثانية زي ما انتم شايفين حاطين سريرين مفردة، سريرين فردية، كوموديناتها بالإضافة إلى التلفزيون، الميني بار. عندنا دورة المياه تبعها هذه هي، دورة مياه كبيرة، مساحتها، مروش والكلوزيت والمغسلة. وكذا أعطيناكم تفاصيل كاملة عن الفندق، إن شاء الله يكون نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو لا تنسوا تصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. والتفاصيل والأسعار موجودة أسفل الفيديو في صندوق الوصف، ولا تترددوا بالتواصل معنا حتى تأخذوا على التفاصيل كاملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.